كتيره، لكن لغايه النهارده لسه ما فيش حد درس الايه ده تاريخ الامه اليهوديه، مش كده؟ علشان لسه التطبيع ما تمش، لكن الكلام ده بيحاولوا يحصل في بعض الدول يعني على طول بسرعه جدا في منهج القراءه بتاع الامارات السنه اللي فاتت على طول بعد سنه واحده بس من عقد معاهده التطبيع، ان هم نزلوا في برنامج القراءه ان الاولاد لقوا في جار جديد جالهم اسمه مش عارف كوهين ولا مش عارف اسمه ايه، وان ابنه خايف جدا منهم، وبعدين راحوا لابوهم فقال لهم ده ايوه ده جارنا الجديد، وحاولوا تلعبوا مع ابنه وتجيبوا له حلاوه ده درس قراءه، واتعودوا ان انتوا يبقى يلعب معاكم عشان تزيلوا الخوف اللي عنده. في الحقيقه ده اشاره الى دوله اسرائيل نفسها، جار جديد وخايف مننا فاحنا عايزين نجيب له حاجه حلوه علشان ايه؟ عشان نطمنه ونبقى احنا زي وهو جيران حلوين مع بعض ونتعايش بالجوار الطيب. هكذا يقولون، وناسين ايه اللي بيعملوا اليهود في ايه؟ في فلسطين وفي المسلمين في كل حته، وفي تخريب عقائدهم وافساد مفاهيمهم. على فكره مش بيدوروا على حاجه واحده بس، ده بيدوروا على كل حاجه. ده الابحاث بتتعمل عشان يقولوا هم قد ايه من المسلمين بيحافظوا على الصلوات. ابحاث الشيخ شومان بقى ربنا يمسيه بالخير لو كان وكيل الازهر يحكي لنا انه حضر مؤتمر في الامارات عن الاديان وعن التطرف والاعتدال في مصر، فبيقول في بحث بيقول علامات التطرف وعلامات الاعتدال. علامات التطرف المحافظة على الصلاة الخمس، وعلامات الاعتدال المعتدل الذي يصلي احيانا ويترك احيانا. على فكرة الكلام ده صح، يعني مين اللي بيحافظ على الصلاة الخمس؟ عامة الشباب والبنات ولا المتدينين؟ مش كده؟ هم بيسموا ده ايه؟ تطرف، لان الاكثر الاعم عادي جدا ما يصلوش الفجر وما يصلوش الصلاة الخمس، ويصلي شوية ويسيب شوية، مش كده؟ يصلي الجمعة بس عادي جدا. ده الانسان العادي المصري التدين بتاعه انه يروح يوم الجمعة، والتدين بتاعه ان هو يعني لو جات له شوية يصلي، او يصلي الصلاة الخمسة في الاخر، او ما يقضيهاش. للأسف ان دي حقيقة، بس انا بضرب لكم مثل على الشيخ انتفض ساعتها ويقول انا قلت حوالي 300 شيخ وعالم ما فيش ولا واحد يقول ازاي تعتبرهم ان المحافظة على الصلاة الخمس تطرف؟ ازاي؟ الشيخ زعلان جدا وقام اتكلم، لكن البحث بيقول كده. البحث بيقول المتطرف هو الذي يحضر الصلاة الخمسة في المسجد، العادي المسلم العادي يصلي الجمعة فقط في المسجد، المتطرف بيعمل الفرح بتاعه في المسجد ومن غير موسيقى ولا رأس. معلش، هو الحاجات دي مش صح يا جماعة؟ الشخص العادي بيعمل الفرح فين؟ يا في قاعة وفيها رأس وفيها مزيكا، يا في الشارع وفي برضه بيجيب فرقة ويعمل مهرجانات. ما دي الحاجة العادية، الناس كلها مش بتقول الكلام ده كلام من فراغ، الناس عملت بحث فعليا وشافت مين اللي بيلتزموا بالحاجات دي اللي هم بيسموهم متطرفين. وللأسف الشديد إن الكلام ده بيتدور عليه علشان يحاولوا يغيروا المجتمع.